ترويج السياحة الجزائرية إلكترونياً، ذلك ما تعمل عليه هيئات تنشط في القطاع. تطور التكنولوجيات الحديثة يرغم المتعاملين في المجال السياحي على مواكبتها ونقل ما تزخر به الجزائر من إمكانيات سياحية للأجانب بهدف استقطابهم كسياح. هذه البوابة ما هي إلا هي بداية انطلاق، لكن هي سوف تكون موضوع لأنها تكون محينة وتكون فيها كل النشاطات المتواجدة عبر كل التراب الوطني، والتي ستصبح من الآن فصاعدا هي الأداة الاتصال الآنية الرقمية السريعة التي ممكن أن يلجأ لها كل سائح في شتى أصقاع العالم. الترويج للوجهة الجزائرية عبر التكنولوجيات الحديثة يقتضي تطوير عمليات الحجز الإلكتروني، هذا ما دفع ببعض الوكالات لإنشاء قاعدة حجز عن بعد. الحجوزات الإلكترونية جديدة في الجزائر، لأنه حتى الإي بايمنت والدفع عن طريق الانترنت والدفع عن طريق البطاقات البنكية هو جديد، يعني مازال الناس ما تعودتش عليه، أما رايحين له. لا بلاتفورم هذه حنهضركم عليها، سي ان سيت دو ريزرفاسيون اون لين بسمها 3W.dzbooking.biz، يعني لي كليون تاعنا ولا الشاب تاعنا تاع الجزائر هو قاعد في دارو يقدر يحكم بيسي يطلع هذه 3W.dzbooking.biz، يدير لو دوفي تاعو وحده هو قاعد، كل واحد كيما يحب يخير لوتيل تاعو لا ديستيناسيون بيان سور اللي يحوس يروح لها. ورغم الجهود المبذولة لتطوير السياحة، إلا أن الجزائر لا تزال تشهد تأخراً في التعاملات السياحية إلكترونياً. هناك نقص كبير في الثقة، لا الوكالة تثق في الزبون ولا الزبون يثق في الوكالة. يجب العمل على هذا، لأنه في البلدان الأخرى هناك الدفع عن بعد. لا أعرف لماذا عندهم يسير الأمر بشكل عادي وفي الجزائر لا. استغلال التكنولوجيات الحديثة وتطوير عمليات الحجز الإلكتروني وسائل من شأنها إعطاء دفع للسياحة الجزائرية وجعلها موردا ماديا بديلا عن المحروقات.